اروح على اطول زلغوطة. مين عندك اطول زلغوطة يا ريما؟ سمعينا يلا. بدنا نروح على اطول زلغوطة يعني، بس يلا بس قبل بدنا شوي ولعوا لنا الجو. اهالي الجبال، وين اهالي الجبال؟ وين اهالي الجبال؟ يعني هون الاجواء كتير حلوه بساحه الجبال محل ما في شجره، وطبعا هلا عم نطلق اطول زلغوطه، وبعد شوي في اطول شعر. يعني صبايا حضروا حالكم، يلي قريبين من منطقه الجبال تعوا لهون لعنا اطول شعر، وطبعا جوائز كتير. اول شيء عارفين عن حالك على اطول زلغوطه؟ نحن انا اسمي نجلاء الزهر من جبال، وبحب بلش كلمتي اول شيء بدي اشكر كتير الجديد بحضرتك مدام ريما استاذ محمد، بدي اقول لجميع المشاهدين خلي عينكم على الجديد، لانه من الصبح هن بجبال منورين جبال مواكبينا باحلى باحلى الجوائز. يعني عن جد نورتوا جبال، يعني تيما كل سنه وانتم بخير كمان. وانت بألف خير. يعني تيما لازم بلش نغار في مذيعه جديده عم تطحش علينا. ايه سمعينا اطول زلغوطه. يعني الحقيقه انا هلا مش كرمال اطول زلغوطه، انا بس حبيت اقدم لكم كادو كرمال السنه الجديده زلغوطه حلوه بس مني من بنت جبال. يلا يلا بلش. محمد 9 ثواني. احنا قلنا بس لهذيك دول الجديد، خلي عينكم على الجديد. اوكي يلا كمان. عارفين على حالك منين؟ مريم طنوس، انا جاي من شكة. تحية للجديد ولكل اهالي جبال. اطول زلغوطة مريم. ويلي لي 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 كمان. عارفين عن حالي؟ معك إيزابيل أبو عبد الله، سكان جبال بس أصلي عمشيط. أها أهلا وسهلا بأهل عمشيط، زقفة كتير كبيرة لأهل عمشيط. يعني طبعا أهل عمشيط بيعزوا علينا. يلا أطول زلغوطة. ولي لي 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 13 ثانية. يعني تنشوف صبايا مين رح يربح منكم. كمان بدنا نروح على أطول أوف مع الشباب، والشباب يعني كمان محمسين على أطول أوف. هون من تنورين، أهلا وسهلا بأهالي تنورين. زقفوا لأهالي تنورين أو بس تزقفوا لأهالي جبال. ريما بليز تحية خاصة. جد ما بعرف، تحية خاصة لأهل تنورين أكيد. تحية من القلب، تحية من لقناة القلب. الجديد واستاذ محمد شعيب، زقفه كبيره استاذ محمد شعيب. يلا اوف، عرفنا عن حالك قبل. المطرب فراس غوش، عضو بنقابة الفنانين. الليله جاي اقدمكم هيك كادو. يلا. انا بعيد بعيد راس السنه جيت فاتح راحلي. الله. غني وهني فوق هودا جراحلي. والما علم منكن يا قناة الجديد ويا محمد شعيب راحلي، بعمل سبق افراحكن قلبي وانا يا الله. يلا يا ريما، مين المشترك الثاني بده يقول اوف اوف اوف؟ يلا دي ريما، احنا بس لازم بس يعمل لنا الاوف. أيوة.
21 ثانية يعني محمد. كمان عندنا بروديوسر محمد شعيب رح نصير غار منه كل يعني كل الأغاني وكل الرديات لمحمد، نحن مش طلع لنا شيء. يلا عرفنا عن حارة. الشاعر طوني عبود من عمشيد. يا أهلا وسهلا. كمان بحب أقدم لك بيت شعر لإلك. يلا طلع لي شيء. مثلك بعد ما شفت يا بنت الحلال، عندك حسن فتان أحلى من الهلال. وقفوا الكواكب عاليمين وعالشمال، ومشوا وراكي دبدبي بحب ودلال. الله. والكون كله صار مايل عالزوال، وغير انتي ما بقي، والرب قال خلقت الدنيا بأسبوع وخلقت البشر، لكن معك ما قدرت انهي هالجمال. قالوا يا ريما يا ريما، من خدودك عسل وزهور لموا. انا طفل اشتكى للحب ولكلموا. ريما قالوا ما تحولها يا ريما، هو صوته حلو، هنعمل له البوم بعدين. ما تحولها يا ريما الصبايا التموا، طلت ريما والصبايا يا با. الله الله الله، بيطلع بيطلع لك معنا البوم، بيطلع معنا بعد ما نخلص. خلي عينك عن ريما، بدنا نشوف شو الجوايز، شو ربحوا معك اطول زلغوطه واطول اوف. اوكي تراس اطول زلغوطه، هيدا عم تعطينا اطول اوف الثانيه، اطول اوف بعتقد. كافي هذا لحبيب قلبي استثماري عبود حبيبي. اوكي اطول اوف، انا عندي مكتوب هون اطول زلغوطه، ما بعرف هي او اوف، اطول اوف او زلغوطه. $50 من او ام تي، و1 بوكس من دوكان، وفاوتشر بقيمه $100 من نيو بارك، وكمان بيطلع لك ادوات كهربائيه من عند شعبان. ايضا الف مبروك لك. اوكي ثانك يو ثانك يو جديد، كل عام وانتم بخير، ميري كريسماس اند هابي نيو يير. اوكي جوائز الطردية، اطول زلغوطة يا ريما طلعت من نصيب مين؟ الطردية لا. اوكي توني عبود جائزة طردية فاوتشر بقيمة $50 من عند ياماي. اوكي الف مبروك، هيدي الك ميرسي. وفي كمان جوائز الطردية للصبايا كمان. مين طلع اطول زلغوطة؟ اليزابيل. اوكي اليزابيل ليفتروز من عند تابيت بوك فاوشر بقيمه $150، الف مبروك. وكمان بيطلع لك نوال من عند دولسي فاوشر بقيمه $50. دولس. وميتاكو كمان هي من عند ميتاكو الفاوتشر. ريما عشان لسه عندنا نهار طويل وناس كتير لازم تكسر، فاحنا ريما رح نرجع لعندي.